قضايا تاريخيه مثل حرب باب الزهراء سلام الله عليه، قضايا تاريخيه، هذا ليس من الاصول. منكره كافر او مذل او ضال. ما قلت لم يكسر ضلع الزهراء، وكل من ينسب الي ذلك فهو كاذب. انا استبعدت الموضوع استبعاد رسم علامه استفهام على اساس تحليل تاريخي. قلت انا لا اتفاعل مع هذا لان محبه المسلمين للزهراء اكثر من محبتهم لعلي، اكثر من محبتهم للحسن والحسين، في فوق منها محبتهم لرسول الله. من المستبعد ان احد يعمل هيك، مش لبراءته ولكن من جهه الراي العام. وهناك روايات مختلفه، بعضهم يقول دخلوا بعضهم يقول ما دخلوا. فقلت انا استبعد لا اتفاعل، نفس الكلمه. وضجت الدنيا وانقلبت السماوات على الارض، والسيد بده يرضي السنه وراح يشمت فينا السنه، والسيد ما ادري كذا، وما تزال القضيه تتفاعل في قم وفي هون وفي اكثر مكان، الفاكسات تروح الى العالم كله. فقط ذاك السيد مولانا عندما قال بانه لم يثبت عندي لابد تصدر الفتاوى، شنو؟ ها؟ لا خارج عن المذهب.